التنسيق معه، ونحن نعمل في إطار علاقة تطورت عبر السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة. قدر التفاعل على مستوى القيادتين، على مستوى وزراء الخارجية، على مستوى الأجهزة الحكومية المختلفة، والسعي لتطوير العلاقة على المستوى الثنائي بل وأيضا على المستوى الثلاثي مع شريك أبروس أتى بأثار إيجابية على البلدين والشعبين. والأرضية القوية اللي بتربط بين الشعبين المصري واليوناني في الحقيقة من الأمور اللي بنعتز بها، وبنعمل دائما على استمرار التفاعل والتواصل على المستوى الشعبي أيضا. زيارة الوزير هذا اليوم تواكبت مع وجود وزير الدفاع اليوناني في مصر للتوقيع مع معالي وزير الدفاع الفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام الاتفاق حول البحث والإنقاذ، بما يؤكد مرة أخرى تنوع التعاون فيما بين أجهزة الدولتين لتشمل التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري. ففي كل المجالات هناك اهتمام بتنمية العلاقات. أيضا عقدنا كما هي عادتنا مباحثات منفردة مع معالي الوزير، تناولت قضايا الثنائية وتطويرها ومجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة ما تم تناوله فيما بين فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء. أيضا الأوضاع الإقليمية، قضايا الملحة في منطقة شرق المتوسط وأيضا على الساحة الدولية، وطبعا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، على الأمن الغذائي، على الأمن الطاقة، وكل ذلك نعمل على احتوائه من خلال التعاون فيما بيننا. بالتأكيد أنه نسعى كل من مصر واليونان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط، العمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة. وتم خلال مباحثاتنا اليوم أن شاهدنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم بشكل قانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعما للاقتصاد اليوناني، وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية، وهناك فرصة للتوسع في هذا على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بل وبحث ربما أيضا الاستفادة من العمالة لدى البلدين بشكل يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي لهما. في الحقيقة كل الفرصة بتجمعني بالوزير بتؤكد مرة أخرى مدى التوافق في الرؤى فيما بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية، والاهتمام المتبادل بتنمية العلاقة الثنائية في كل مناحيها، ونستمر في هذا التنسيق الوثيق والتفاعل، وتطلع في القريب لزيارة أثينا لنواصل هذا التواصل. فبرحب به صديق عزيز تربطني به حقيقة صداقة أعتز بها، ونعمل على إن شاء الله استمرارها لسنوات طويلة. شكرا جزيلا. Excellency, my dear Samek, my dear friend, first of all, thank you so much for your أشكركم شكرا جزيلا على هذا الترحيب الحار، وربما اسمحوا لي أن أقول أنني أشعر هنا بأنني في بلادي في القاهرة منذ زيارتي الأخيرة، وأنا أشعر إحساس رائعا ومختلفا. كما ترون أن هناك العديد من التداعيات وهناك الكثير من القضايا، ولدينا كذلك تحديات نواجهها، وكذلك لدينا العديد من الشراكات
الحلقات وقد تناولنا في نقاشاتنا العديد من الاتفاقات كما ذكرتها في بداية اللقاء، وهناك مذكرة اتفاق، مذكرة التفاهم خاصة تتناول القضايا، وهناك ذلك الاتفاق الذي يتناول القضايا الأمنية والدفاعية، وهناك أيضا هذه الاتفاقيات كلها تقوم على أساس الاحترام المتبادل واحترام كذلك بنود وقواعد القانون الدولي. من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية فنحن نضع إطارا قانونيا يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في تحسين وضع الحياة الإنسانية، ويرسل كذلك في الوقت ذاته العديد من الرسائل أن تلك الصداقات إنما هي تستند على أسس قانونية، وهذه كذلك ما تحترم سيادة البلدان واستقرارها، وخاصة حينما يتعلق الأمر باستقرار الدول في المنطقة. كما تعرفون أننا ناقشنا كذلك مسألة العمالة وتنظيمها، خاصة فتح الفرص والآفاق في هذا الأمر. وهذه الاتفاقية في واقع الأمر إنما تمثل اتفاقية رئيسية وهامة فيما يتعلق بالاتفاق بين مصر واليونان، وخاصة في هذا القطاع الهام وهو القطاع الاقتصادي، ودعم كذلك إطارا تنظيميا وقانونيا. هذا الإطار يمكن أن يساهم في تطور العلاقات، وما يمكن أن يتناول كذلك تنظيم قضية المهاجرين. كما تعرفون أن لدينا هناك كثير من القواسم المشتركة، وكما تعرفون أن اليونان جزء من الاتحاد الأوروبي، ونحن نلعب دورا هاما في هذا الإطار. نحن بهذه الاتفاقيات التي وقعنا عليها من قبل، وقد وقعنا على اتفاقيات سابقة منذ عامين، هذه الاتفاقيات تمثل ركيزة أساس ونموذج لتعاون الدول الإقليمية فيما بين بعضها البعض. نحن نحترم بهذه الاتفاقيات مبادئ الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية، وكذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة. أما تعرفون أن كل من مصر واليونان تساهمان في تقوية العلاقات وكذلك دعم أواصر الاستقرار والأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، وهذا بين الحكومات وبين الشعوبات وبين الشعوب كذلك. ونحن نحاول كذلك مد جسر التعاون بين إفريقيا وأوروبا من خلال هذا النموذج الرائع، وكذلك دعم أواصر التواصل من إفريقيا لأوروبا. نسعى كذلك تحسين التعاون في مجالات الطاقة وخاصة في المجالات الحيوية الأخرى، وكذلك أريد أن أهنئكم على نجاح انعقاد قمة المناخ العالمي في تلك الأيام السابقة. لقد كان هناك دعم رئيسي لكثير من البلدان في هذه القمة، ومصر وأنتم بصفاتكم الشخصية قمتم بأداء رائع ودور نموذجي، وهذه فرصة رائعة لكي نناقش اليوم التطورات الإقليمية والوضع الهش في ليبيا. وأطلعت معالي الوزير بتطورات الأحداث في ليبيا، وكذلك كلانا اتفق على وضع ممثل للحكومة الليبية. والنقطة التي أريد أن أطرحها أخيرا، كذلك أطلعت معالي الوزير على الموقف التركي، حيث أن هناك كثير من التطورات والأحداث المتلاحقة منذ أن تلاقينا. صديقي العزيز معالي الوزير، إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم مرة أخرى، وخاصة في هذا اليوم الهام في تاريخ العلاقات بين كلا الدولين. شكرا لكم على حسني وعلى الترحاب الاستقبالي، شكرا مرة أخرى، شكرا جزيلا. سؤالين فقط لأن الوقت ضيق الحقيقة. أستاذة أمل صبري من التلفزيون المصري.
مساء الخير يا فندم. أنا أمل صبري، مراسلة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. يعني في البداية خليني أهني معاليك بنجاح الدبلوماسية المصرية اللي شهد لها كل دول العالم بنجاح مؤتمر المناخ كوب 27. لكن يعني العلاقات المصرية اليونانية بتشهد على المستوى السياسي زيادة كبيرة، خاصة في تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، واليوم بنرى تطور آخر وهو توقيع العديد من الاتفاقات سواء في مجال البحث والإنقاذ وتنظيم العمالة في مجال الزراعة. لكن مستوى العلاقات على المستوى التجاري والاستثماري وتبادل الاستثمارات لم يصل إلى الطموح الذي نتوقعه ويتوقعه شعبي البلدين. يعني هل هناك خطوات متوقعة خلال الفترة القادمة للمزيد من التعاون في هذا المجال؟ وشكرا. بالتأكيد أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري له أولوية في إطار التواصل القائم والتنسيق القائم فيما بين مصر واليونان، وهو على دائما جدول لقاءات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وأيضا خلال لقاءاتنا وعلى مستوى لقاءات أيضا الوزارات المتخصصة. طبعا نحن نعيش في أجواء اقتصادية متوترة وهناك ضغوط كثيرة لها تأثيرها، ولكن ده لا يعني أننا لا نستطيع أن نستمر في التعاون لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية الاستثمارية، كيفية تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال في كل من البلدين، ونستمر في تشجيع الاستثمارات وتشجيع زيادة التبادل والتكامل فيما بين البلدين في النطاق الاقتصادي، بأن ذلك يصب في مصلحة كل منهما. الروابط حتى الجغرافية قريبة فيما بيننا وتسمح بتكثيف القدرة على تبادل السلع والمنتجات والتكامل فيما بينهما. فسوف نظل نعمل على تجاوز أي خسور في هذا الملف. نحن وصلنا إلى مستويات بالمقارنة للسابق فيها زيادة، فيها تطور، ولكن دائما الأمل معقود على أن نرتقي بها ونجد مزيد من المجالات لخدمة مصلحة الشعبين. سؤال Greek side, is there any question from the Greek press? Okay, please go ahead. Okay, thank you. شكرا جزيلا. هنا هل هناك من رسالة يمكن أن تنقلوها خاصة في مسألة توقيع الاتفاقية المشتركة بينكما؟ كما ذكرت من قبل، كما ذكر معالي الوزير، أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية من أجل حماية الحياة البشرية. نحن هنا نوقع هذه الاتفاقية من أجل تحقيق هذا الغرض. وهذا التعاون المثمر وهذا التفاهم المتبادل إنما هو في واقع الأمر يمثل جزء من سلسلة اتفاقيات. نحن نسعى إلى تحقيق العديد من الفرص التي يمكن تحسينها مستقبلا. نحن لدينا إطار للتعاون بين البلدين، لدينا نفس تحديات متشابهة، ونسعى إلى تفاهم أفضل من أجل أن نحقق مزيد من الفرص المستقبلية. كذلك كما تعرفون، نحن نسعى كذلك لحماية وتوفير فرص لحياة أفضل للشعوب الأخرى في المنطقة، وهذا ما نسعى إليه دائما.